انا سبب اللي عاملين في الموقع النادي المصري الناس المحترمه اللي هو الدكتور فاروق. طبعا الحمد لله عاملين شرف ليا ان اكون في قياده الجهاز الفني النادي المصري بقياده الكابتن عبد الهادي المدرب القدير المحترم. عندي فكر محترم ان شاء الله الفرقه والنادي المصري يستفاد ان شاء الله من فكره ونحط النادي المصري ان شاء الله في الفنتان الطبيعيه ان شاء الله. حوالي ثلاث مرات في القطاع في قطاع ناشئين النادي المصري في لعبه كويسه جدا جدا. الكابتن عبد سالني على بعض العناصر اللي موجوده في القطاع عندنا بتاع حوالي 7 أو 8 لعبه كويسه جدا جدا ان شاء الله. فارى فرصه الكابتن عبد يقدر يشوفهم ويدوا له فرصه ان شاء الله في لعبه مميزه جدا. وكابتن عبد كان عنده خلفيه وطبعا وضحت له بعض الامور اللي ان شاء الله ويقدر ان شاء الله في اليوم دور ان شاء الله الفتره الجايه لعبه كويسه في قطاع ناشئين للنادي المصري في الاول ان شاء الله باذن الله. ونتمنى ان شاء الله من الجهاز الفني وكابتن كابتن ايهاب جلال ان شاء الله نقدر نحط النادي المصري في مكانه الطبيعي ان شاء الله. والامور بورسعيد يعني دعم الجهاز الفني ودعم النادي ان شاء الله عشان يبقى في مكانه الطبيعي باذن الله نقدر ان شاء الله نحط النادي المصري في مكانه الطبيعي باذن الله.